أهلا بكم مشاهدينا إلى سهرة يوم الخميس من قناة أوغريت. اليوم محور حديثنا هو الأغنية الوطنية. ترتبط الأغنية الوطنية ارتباطا وثيقا بمفهوم الوطن، وتترسخ في الوجدان الشعبي بعوامل كثيرة. وترتبط الأغنية الوطنية بظاهرة نمو الوعي القومي، حيث تعتبر الأغنية الوطنية من أبرز أشكال التعبير عن الأوضاع التي يعيشها مجتمع بأسره، حيث يمكن للمتلقي أن يعيش هموم وقضايا شعب من خلال هذه الأغنية. اليوم مشاهدينا في سهرة خميس أوغريت نتوقف عند الأغنية الوطنية كضرورة فنية حضارية وثقافية. بر وبحر وسماء عما يحمي الحمام، بر وبحر وسماء عما يحمي الحمام. هذا الجيش العربي السوري حامي أرضي وعرضي ودوري، هذا الجيش العربي السوري دمه يروي الورد الجوري، تشهد له الدنيا ولدهوري. بر وبحر وسماء، بر وبحر عما يحمي الحمام، بر وبحر وسما عما يحمي الحمام. هذا الجيش العربي السوري حامي أرضي وعرضي ودوري، هذا الجيش العربي السوري دمه يروي الورد الجوري، تشهد له الدنيا ولدهوري. بر وبحر وسما، لا 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 لا. بر وبحر وسما عما يحمي الحمام، بر وبحر وسما عما يحمي الحمام. هذا الجيش العربي السوري ناديتو بالسما طيور، يا جيش علمت دروس بالوطني والناموس، جبينك ايدك رح منبوس روحك ما اكرام. بر وبحر وسما عما يحمي الحمام، بر وبحر وسما عما يحمي الحمام. هذا الجيش العربي السوري، هذا الجيش العربي السوري دمه يروي الورد الجوري، تشهد له الدنيا ولدهور. أبر وبحر وسما، عما يحمي الحمام، وانا بر وبحر وسما عما يحمي الحمام. هذا الجيش العربي السوري برجاله العالم مسحور، يا جيش الهزيت الكون العز مطرح ما بتكون، من 23 مليون ايديك سلمى. بر وبحر وسما لك عما يحمي الحمام، بر وبحر وسما عما يحمي الحمام. ايه هذا الجيش العربي السوري حامي ارضي وعرضي ودوري، هذا الجيش العربي السوري دمه يروي الورد الجوري، تشهد له الدنيا ولدهوري. بر وبحر وسما، أبر وبحر وسما، بر وبحر وسما. يا
يعطيكم العافية، يعني تسلم هالأصوات. أكيد مشاهدينا نحن ما بننسى كمان أتوجه لرجال الجيش العربي السوري، رجال النور، رجال الحق، رجال الشمس بالتحية. رجال الجيش العربي السوري عليكم سلام. أما هلأ مشاهدينا لحتى نعرف بضيوفنا يلي موجودين معنا بالاستديو، بداية معنا الفنان والمخرج سلمان شريبة، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. والفنانة سوزان تامر، أهلا وسهلا فيكي كمان. أهلا وسهلا. الفنان جورج نمر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. والفنان طارق حافظ مع العود تبعك اللي أطربتنا بصوته، أهلا وسهلا فيك. يعني بداية أستاذ سلمان، وأنت ممثل ومخرج، كيف ترى مفهوم الالتزام أو الوطنية في الأغنية؟ في ظل المؤامرة الكونية التي شنت على سوريا، اجتمعنا نحن فنانين اللاذقية، أنا والأستاذ طارق والأستاذ جورج والأخت سوزان، وإسا في معنا مجموعة فناني الأستاذ سامر أحمد نجر، وتحية اليوم اعتذر لأنه كان بدمشق. اجتمعنا وفكرنا شو ممكن نحن نقدم لهذا الوطن، كيف ممكن نعبر عن انتمائنا لهاي الأرض ولهاي البلد الطيبة، كيف ممكن ندافع عن ثوابت الوطن، إن كان العلم أو التاريخ أو النشيد الوطني أو الجيش العربي السوري. وطلعنا بشغلة متفق عليها، أنه كل إنسان بيدافع عن وطنه بطريقته، هناك من يدافع بالسلاح، هناك صحيح. من يدافع بالكلمة، ونحن قررنا أن ندافع بالأغنية، كل أحد من مكانه. خطرت فكرة إقامة مهرجان للأغنية الوطنية السورية في عام 2013، أقمناها بالمسرح القومي باللاذقية وبإشراف مباشر من وزارة الثقافة. ومن حسن حظنا يعني، وبما أننا كنا عم نغني للوطن، الشباب حصدوا أهم الجوائز في ذلك المهرجان، وهلا هني بيتحدثوا عن الأغاني اللي شاركوا فيها. أكيد في لنا جزء خاص عن الجوائز اللي حضرتكم أخذتوها ورح نحكي عنها بشكل خاص، بس خليني انتقل عندك أنسي سوزان تامر. يعني كلياتنا بنعرف أنه للفنان دور فاعل ومؤثر جدا في المجتمع، خصوصا بإحساسه بفنه، ممكن بصوته أو أحيانا برسمه، يعني لكل فنان طريقته الخاصة بالتعبير. بس لما بيكون في عنده مثلا مثل حضرتك صوت وعنده قناعات وطنية وبيعيش هموم الوطن، يعني كيف بتشوفي هيدا الدور؟ كيف بتشوفي أهميته لدى الفنان ولدى المتلقي كمان؟ الطبيعي الإنسان العادي بسوريا مؤخرا بسبب كل ما شاهدناه من أخطر وأبشع أنواع الإرهاب، صحيح، الإنسان العادي بتحسيه أنه ما صدق اللي صار، لأنه فعلا بعيد كل البعد عن الإنسانية، وبعيد طبعا كل البعد عن الإسلام، صحيح. هذا إرهاب حقيقي، فطبيعي الفنان يكون إحساسه أكثر وأعلى وعنده حس بالمسؤولية أعمق من الإنسان العادي. فمن هون شاركنا بالمهرجان، وإن شاء الله سجلت أغاني وطنية حتى اللحظة حسب إمكاناتي، وإن شاء الله مستقبلا في مزيد من الأغاني الوطنية إن شاء الله. في مزيد من العطاء، سوريا تستحق. أكيد الله يحمي سوريا ويحمي الجيش. آمين يا رب. وكل إيجابي في سوريا وفي العالم بشكل عام، وكل إنساني قبل هذا كله. أستاذ جورج، يعني دائما الأغنية الوطنية كانت بحالة تجدد وعطاء، يعني هيدي معروفة على مدى السنين يعني وعلى مدى العهود، خصوصا كمان فيها حماس، فيها استنهاض للوجدان، وفيها تجسيد للقيم الوطنية الأصيلة. بس خلينا نحكي اليوم، يعني هيدا اللي نحن كنا متعودين عليه من قبل، استنهاض الهمام الحماس، خلينا نحكي اليوم، ما رأيك بالأغنية الوطنية في وقتنا الحالي الراهن اليوم؟ يعني الأغنية الوطنية أنا برأيي هي حالة مثل أي حالة بمر فيها الإنسان، فنحن مرينا بحالة مثل ما تفضلت أختنا سوزان، بعيدة عننا كل البعد، فنحن حاولنا نجسدها بالغناء، غيرنا حاول يجسدها مثلا بأي عمل تاني لصالح الوطن، فنحن جسدنا بالكلمات لأنه أول شيء همة الجيش العربي السوري انه نعطيهم معنويات باغانينا، لان كانت الاغنيه من اساس انه تعطي الدفع المعنوي للجندي بالجبهه. ثاني شيء تعطي الطمانينه للشعب السوري الطيب اللي بالكلمات اللي بتسمعي الاغنيه مثلا اللي بدي غنيها، طبعا مشكور استاذ سليمان كتابته والحانه، بتحاكي الطفل، بتحاكي الشعب السوري، بتحاكي الجيش السوري، فنحن طبيعتنا طبيعه حب ما طبيعه حرب،
الله. يعني مثل ما قال السيد القائد خالد الله يرحمه حافظ الأسد، نحن لسنا هواة قتل وتدمير، لكن ندفع عن نفسنا القتل والتدمير. فغنائنا نحن ما بيشجع أنه لتقتل ولا لتذبح، نحن لحتى نبين للشعب وللعالم بأجمله أنه نحن شعب مسالم، بس نغني الأغنية الوطنية لحتى شعبنا والغرب، إنه بس الشعب الغربي والعربي يعرف نحن مستوانا الفكري لوين بيكون وقت نغني الأغنية الوطنية. صحيح طبعاً. يعني حدود الملامسة فينا نقول مع الطبيعة البشرية إن كان طبعاً. من الداخل أو من الخارج. طبعاً طبعاً الأغنية الوطنية إلها كتير. هلا أنت وقت بتكوني بحالة حزن تحسي حالك بتجيبي أغنية ولا لحن حزين هيك بيخطر على بالك مباشرة. صحيح. انت بحالة فرح بيخطر على بالك أغنية مثلا بتخليكي تكوني هيك فرحة، جاي على بالك ترقصي ولا نحن بس الأغنية الوطنية بتعيشك كل هالأجواء هيدي. صحيح. أغنية وطنية بتعيشك بحزن، بتلامس أغنية كل الجوانب. الشهيد يعني انا وقت بغني أغنية لأم الشهيد يعني انا ببكي من يعني اذا ما بكيت قدام الناس بحس قلبي بيعص من جوا. أغنية تانية بتخليني أحس بشموخي، بحس بقوتي. صحيح. فالأغنية الوطنية متعددة الجوانب أكثر يعني. من جانب طبعا توصيلها كثير شغلة صعبة وإن شاء الله نقدر نوصلها تماما بهالمهرجان اللي عملنا. نحن جزء من بعض الفنانين بسوريا اللي عم سابر ومنشتغل على هالمجال هذا. أستاذ طارق، يعني بهيدي المرحلة بالتحديد أثبت الشعب السوري حبه للأرض وتمسكه بعاداته وتلاحمه مع الجيش، يعني هذا الشيء كلياتنا بنشهد فيه. أنت كيف شفت تفاعل المواطن السوري الذي تغنى بالأغنية الوطنية؟ يعني مثل ما ذكر ونحن تحت الهواء الأستاذ جورج كان عم بيقول أنه نحن بأغلب المناسبات منغني هيدي الأغاني، صارت عنا عادي، صرنا منحبها، صرنا على طول منحب كمان انه نسمعها. فكيف شفت التفاعل، يعني تفاعل المواطن السوري مع الأغنية الوطنية؟ هلا انا شفته من خلال عيون الناس اللي كانوا موجودين بالمهرجان. وقت اللي طلعت على المسرح انا او زميلنا او زميلتنا كان التفاعل عظيم، كان المشاركة كانت حسيتها وجدانية، كانوا الناس مبسوطين جدا. حسيت وقت طبعا انا غنيت أغنية وكنت لابس يومتها البدلة العسكرية واصريت على انه البس البدله العسكريه، يمكن الوحيده اللي لبست البدله العسكريه. تمام. وغنيت فيها حسيت انه الناس كتير كتير متفاعلين معي والجيش بيستحق اكثر من هيك لانه مرابط على الحدود، موجود على الحواجز، عم يحمينا بالبرد بالشوب بكل الاوضاع. صحيح. فنحن لازم نقدم له جزء صغير بغض النظر انه نحن هلا قبل ما نكون فنانين احنا مواطنين طبعا. صحيح. نشعر بألم وفرح الجيش وبتعبه ونحن عم نسانده ونحن فنانين، ما فينا يمكن سلاحنا هو الأغنية أو الكلمة. صحيح لا ملاحظة بس صغيرة اسمحي لي. تفضل. أكيد. على فكرة هي الأغنية الوطنية عبر التاريخ هي وجدان الشعب وجدان الأمم. الشعب السوري بشكل عام وعبر التاريخ يرفض الذل. صحيح. يرفض الخنوع. يا سلام. صح. شعب متمسك بأرضه ومتمسك بثوابته الوطنية. هالأغاني الوطنية اللي أنتجناها وغنيناها بالمهرجان بكل فخر أنا بقول لك انتقلت إلى حفلاتنا الخاصة. صحيح. حفلات أعياد الميلاد صاروا يطلبوا مننا أغنية وطنية. صحيح. حفلات الأعراس صاروا يطلبوا مننا أغانينا الوطنية. الحفلات يعني يلي فيها الحفلات الخاصة، أنا بعيد عن المناسبات الوطنية القومية، صرنا نردد مع الجمهور الأغاني الوطنية اللي أنتجناها. هاي إن عبرت على شيء بيعبر قديش شعبنا ملتزم بقضايا الوطنية وملتزم بأرضه وبعرضه وبشرفه وبضميره ومتماسك ورا الجيش ورا قيادته. وللشغلة سائبت يعني بذكر الشباب عندما من بال2013 وما بعد كنا في نفس هذه الجلسة وأعتقد في هذا المكان وكنا نغني أغاني وطنية وسمعنا خبر دخول الجيش العربي السوري إلى منطقة القصير وتحرير القصير. صحيح. وإن شاء الله اليوم بيدخل الجيش العربي السوري إلى منطقة نبض الوزارة وبيحررها. شوفي لهذه الصدفة يعني. يعني دائما المشاعر الصادقة نابعة من القلب. يعني حضرتك عم تحكي وأنا شايفة عيونك كيف يعني هيدا هو شعبنا، هيدا هو جيشنا اللي نحن بنفتخر فيه، أكيد بنحطه تاج على روسنا. شو بتحبوا تسمعونا أغنية وطنية كونو هلأ عم نحكي بسياق الحديث؟ جورج. أنا يلا جورج يلا
قبل ما نبتدي بقوف وعتابة سوريا لسه ما رفعنا عتابة. قبل ما نبتدي بقوف وعتابة سوريا لسه ما رفعنا عتابة. والله سوريا عاتبت قاسي يا بل سوريا عاتبت قاسي عتابة يا ويلو الباب يحسب لحساب لك يا ويلو الباب يحسب لحساب سياجك عالي يا سوريا يا سوريا عزك باقي مهما صار مهما صار سياجك عالي يا سوريا يا سوريا عزك باقي مهما صار مهما صار او ارضك ما منفرط فيها وحصنك صامد ما بينهار ارضك ما منفرط فيها وحصنك صامد ما بينهار لا 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 ابنك بأرضك مزروع وصوتك للعالم مسموع ابنك بأرضك مزروع وصوتك للعالم مسموع لا 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 علمك بالعالي مرفوع ومزين زياج الدار علمك بالعالي مرفوع ومسياج زياج الدار سياجك عالي يا سوريا يا سوريا عزك باقي مهما صار سياجك عالي يا سوريا يا سوريا وعزك باقي مهما صار ما صار او ارضك ما منفرط فيها وحصنك صامد ما بينها ارضك ما منفرط فيها وحصنك صامد ما بينها لا 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 جيشك فرسان وأبطال جبل وشامخ ما بينطال جيشك فرسان وأبطال جبل وشامخ ما بينطال خلفه رح تمشي الأجيال للمجد وللانتصار خلفه رح تمشي الأجيال للمجد وللانتصار سياجك عالي يا سوريا يا سوريا عزك باقي مهما صار مهما صار وأرضك ما منفرط فيها وحصنك صامد ما بينهار أرضك ما منفرط فيها وحصنك صامد ما بينهار لا لا شعبك واقف وقفة بطل كله عزة ونخوة وأمل شعبك واقف وقفة بطل كله عزة ونخوة وأمل عنه قالوا أهل المثل شوكي بعيون الغدار عنه قالوا أهل المثل شوكي بعيون الغدار سياجك عالي يا سوريا يا سوريا عزك باقي مهما صار مهما صار سياجك عالي يا سوريا يا سوريا عزك باقي مهما صار مهما صار أرضك ما منفرط فيها وحصنك صامد ما بينها أرضك ما منفرط فيها حصنك صامد ما بينها يعني
الله يعطيك العافية. نرجع لعندك أستاذ. اسمحي لي بحلك بسر تفضل. جورج نفسه ما بيعرفه. ايه تفضل. لما اللي بدينا بالمهرجان أنا الأغنية كتبتها ولحنتها للأنسي سوزان. وكان في رغبة فظيعة من الأستاذ جورج يشارك. قلنا له خيو نقي. قامت إجت عينه على الأغنية. لك يا جورج لا تغنى. حبة للأغنية. يعني قال لا بدي غنها بس في شغلة ما بيعرفها جورج. شو هي؟ نحن إدارة المهرجان بالاتفاق مع الوزارة ومع مدير مسار وعلى الموسيقى كان في شرط إنه أي جائزة بتطلع لعضو لجنة تحكيم أو للمخرج تحجب الجائزة عن صاحبها لكي لا نتهم بالتحيز. قامت لما فتحنا الأوراق نحن وصدقاً اللجنة ما بتعرف لا مين الملحن ولا مين المؤلف. فتحنا الأوراق ربحت الأغنية. قلنا له يا جورج الأغنية هي للمعد ومخرج المهرجان حجبت. بس من حسن حظه جورج أنه كسب جائزة الجمهور بكل حفلة عرس تطلب منه هاي الأغنية. صحيح. نحن كسبنا جائزة شرف أنه غني أغنية لوطننا. صحيح. هاي أكبر جائزة اللي نفتخر فيها. حلو. حلو. الجائزة اللي نحن بنفتخر أنا بكون عندي عبارة عن شهادة التكريم أنا بعلقها بالبيت بأي مهرجان ولا بأي عمل بقوم فيه لوطني. بس أنا بكفيني غنيت أغنية لوطني هي شغلة كبيرة. بوعدوا بوعدوا بالغنية الثانية ما أكون أنا المخرج مشان ما مصاري. بس أستاذ جورج يعني شو اللي خلاك أنت تنقي هيدي الأغنية وتمسكك فيها لي؟ هلا مثل ما حكينا أنا وزميلتنا سوزان عجبتني الأغنية إن فيها ثلاث محاور. إذا انتبهتي فيها مقطع للابن عم بيقول له ابنك بأرضك مزروع. وحدة للجيش العربي السوري. صحيح. وحدة للشعب. متكامل. فلفتني انتباهي إن فيها توزيع ثلاثي حلو كتير ونحن هذا شعبنا بمثل وطنية بامتياز. طبعاً نرجع لعندك أستاذ سلمان يعني لو نحكي شوي عن تاريخ الأغنية الوطنية السورية. هلا عبر التاريخ معروف الفنان السوري والفن السوري يعني دخل لعنا العصم اللي وبصمود شعبنا وجيشنا انتحر. دخل الفرنسي فل. صحيح. والصهيوني ان شاء الله راح يفل وهدول الدواعش ان شاء الله باقرب وقت راح يفلوا ان شاء الله. الفضل في هذا الموضوع هو الى الثالوث اللي حكينا عنه. صح. جيلنا المتمسك بهاي الارض وجيشنا وشعبنا الصامد قيادتنا. صحيح. والفنان السوري عبر التاريخ ارخ ووثق هذه البطولات. مثلا مين منا ما بيذكر هالله هالله يا مفرج المصايب اضرب رصاص اللي رصاصك صايب اغنية خالدة هي لينا هي لينا ضرب السيف طاع لينا. مين ما بيذكر لالي لالي علمنا لالي بالعالي سوريا يا حبيبتي. صحيح. مجموعة من الأغاني الخالدة عبر التاريخ. صح. هذا يعني يدل على شيء بدل على أصالة شعبنا وأصالة فناننا السوري. صحيح في البعض لظروف ما غادر شوي. بس منقول له لا نحن سوريا هي الأم وحضن الأم بلم. صح. هاي دعوة لكل هدول اللي غرر فيهم رجعوا لحضن الأم. ما في مثل الأم وما في أدفى من حضن الأم. أكيد. يعني أنسي سوزان مثل ما ذكر أستاذ سلمان قبل شوي يعني الأغاني القديمة اللي نحن بنسمعها مثل سوريا يا حبيبتي وغيرها وغيراتها صح أنه مر عليها وقت بس نحن لحديت هلأ بنسمعها وبنتأثر. صح. حتى منطالب فيها يعني ودائما على طول بنسمعها يعني هل الترسيخ للأغنية الوطنية بذواتنا شو بتحبي تحكي عنه؟ هلا هي حافز الأغنية الوطنية. أنا لما بنسمع شيء قديم وبنعرف إنه أجدادنا كانوا بهالصبر أو بالأحرى قديما كانوا بهذا الثبات وبهذا الصبر هذا أمر بيعطينا حافز بشكل تلقائي إنه نبقى نحن صامدين صابرين. ناهيك عن إنه يعني طبيعة السوريين فعلا مثل ما قال الأستاذ على مر الزمن وعلى محبين. مر التاريخ فيها ثبات غريب فيها. صحيح. تشبث بالأرض. فيها وطنيين بامتياز باختصار السوريين وطنيين بامتياز. صحيح. يعني فينا نقول أنه الأغنية الوطنية السورية القديمة في إلها تأثير إيجابي كبير على الأغنية اللي نحن هلأ عم نقدمها. طبعاً. فينا طبعاً. نقول امتداد إلها داعم لإلها. يعني صحيح. أنا مثل ما تفضلتي هلأ أنا بدي أسمع الأغنية القديمة اللي كان يغنيها جدي وأبوي أنا شوف هالروح اللي عنده. صح. هي بدها تنزرع فيني انا بالوراثه. صحيح. فحب الوطن بالوراثه بيجي بالدم يعني بيجي بالفترة. بالدم بشكل يعني عام كمان خصوصي السوريين مفطورين على حب مثل الوطن مثل ما قال المرحوم عمر الفرة يسكن خلايا الدم حب الوطن. صحيح. طبعا ما بايدك انا اكون وطني ما بايدي انا اكون وطني. صح. طبعا فيني مثل مثلا اذا شاب بده يحب بنت يمكن يمثل عليها تمثيل وانا بحبها بس الوطن ما فينك تمثل عليه تمثيل. صحيح.
فشي طالع من قلبك اخذه من ابوك ومن جدك ومن طبعا من تراثك. هذا صار يعني الكرامه عند السوريين، الكرامه والحضاره موروث قديم. صحيح. فنحن متربيين على 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 سوريا يا حبيبتي اعدت لي كرامتي. ونحن انا كثير متفائل انه بكره يعني هلا في كثير من الشعب السوري طلع برا سوريا بظروف قاهره وانا واثق ما رح اقول لك 100% 90% كلهم بيتمنوا اليوم قبل بكره يرجعوا على سوريا. وفي عالم بعرفهم رجعوا انا بدهم يرجعوا يعني اخذين حلم عن برا انه نحن اذا طلعنا برا سوريا بدنا نعيش حياه احلى من هون واطيب. بالعكس ما في اكثر هون من حضن الوطن، هون الحب، هون الطيبه عنا، هون التعامل. هون انا بتصل بصديقي مثلا طارق لك بقول له ليش مثلا صرك زمان ما حكيت معي، انا جاي لعندك حط متى حط في جان قهوه عاتبني هلا قبل ما ندخل. انا هي محبه مزروعه فينا، ما انا اصطناعيه. الطيبه الطيبه اما برا بتحسي علاقتهم مصطنعه كلها. صحيح. نحن يعني ما عندنا هالحياه هذا وهالفكر، بس ان شاء الله يا ربك نجلها الغيمه عن بلدنا ويرجعوا لنا اللي راحوا ان شاء الله يا رب. استاذ طارق شو رايك نرجع للاغاني القديمه شوي، نسمع شيء قديم مثلا مثل سوريا يا حبيبتي؟ شو بتحبوا نغني؟ سوريا يا حبيبتي، لالي لالي، اي وحده بتحبوا؟ لالي 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 يا علمنا لالي بالعالي، غالي 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 اسمك يا وطننا يا غالي، تحت جناحه انا بتفي انا سوري اهياني. لالي 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 يا علمنا لالي بالعالي، غالي 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 نسرك يا وطننا يا غالي، تحت جناحه انا بتفيا انا سوري اهياني. هي 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 صدوا فرنسا بالمقلاع قالوا يا محتل اطلع، صدوا فرنسا بالمقلاع وقالوا يا محتل اطلع، بي وجدي قالوا اسمع اطرب الوطن عالروح غالي. لالي 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 يا علمنا لالي بالعالي، غالي 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 نسرك يا وطننا يا غالي، تحت جناحه انا بتفيا انا سوري اهياني. ياني هي هي اهياني ياني انا سوري اهياني ياني. الله بقى سوريتنا الغالية العزيزة. نرجع لعندك أستاذ سلمان، نحكي شوي عن مهرجان عام 2013 اللي أنت حضرتك كنت فيه المعد والمخرج، نحكي شوي عن المهرجان. أنا مثل ما ذكرت لك بالبداية حاولنا كفنانين سوريين نقدم شيء لهذه الأرض اللي ربتنا وطعمتنا وعلمتنا وداوتنا ويعني تنشقنا هواء العليل. فأطلعنا بهذه الفكرة وقدمنا مجموعة من الاحتفاليات الوطنية. يعني عملنا سوريا بلدنا، عملنا لسوريا نغني، عملنا عرس الوطن، وتوجنا هذه الاحتفاليات الوطنية بمهرجان الأغنية الوطنية السورية بال2013، وكان في أكثر من 40 مشارك. وكافة الأغاني كان الشرط الأساسي أن تكون الأغاني جديدة، يعني كلمات جديدة، ألحان جديدة، وأغاني جديدة. وركزنا كثيرا على أعطينا يعني فرصة المشاركة لغير المصنفين في نقابة الفنانين. للمصنفين يعني في النقابة والتلفزيون لهم فرص كثيرة، حبينا نعطي فرص لجيل الشباب وللفنانين المخضرمين اللي لهم تاريخ بالمحافظات السورية وبمحافظة اللاذقية. وكان لي الشرف أنا أنه يعني كان معي هالنجوم الحلوه، الوجوه الحلوه اللي معي والوجوه الحلوه الموجوده باللاذقية اللي ما قدروا يجوا اليوم كمان من وجههم تحيه، ان كان نهله حموده او ماجدولين الراعي او سامر احمد او 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 كان في فوق الأربعين يعني اغنيه جديده. وكان الحمد لله لنا الشرف انه معظم الشباب يعني بيضوا الوش وحصدوا جوائز رائعه. يعني من هون اجت الفكره. اهم شيء استاذ، وان شاء الله نقدر نكمل هذا المشوار لقدام ان شاء الله. تفضل. اهم شيء استاذ انه طلعت بعمل جميل جدا والناس حبته
وصاروا يقولوا لأيمت بدنا نعيد ولأيمت بدنا نطلع على محل تاني. إن شاء الله بالنصر. إن شاء الله بالنصر بإذن الله. أكيد إن شاء الله بالنصر سوريا. إن شاء الله كمان أنه حضرتكم من خلال هيدا المهرجان أعطيتوا فرص للأصوات الشابة مثل ما ذكر الأستاذ، يعني حلو هيدا الموضوع أنه مو بس تقتصر القصة على بس المسجلين بنقابة الفنان. كان شرطنا الأساسي أنه ما نجيب شخص مشهور إن كان في مكان ما أو كذا، لا. وفعلا اثبتوا هدول الشباب يلي ما اخذين فرص، يعني ما اثبتوا جدارتهم. يعني على طول في ظلم لبعض الشباب بالتسويق الاعلامي والاعلاني. وانا هلا ما اني عم دافع، لا، اني فعلا بيستحقوا، وانا شرف كبير لي. صحيح انا كنت المعد والمخرج، بس كان الفعل الاساسي لهم. كنا نقعد على كاسه المتي وفنجان القهوه، جمله من هون جمله من هون كلمه من هون لحن من هون تطلع الاغنيه. ففعلا هن جميعا شاركوا بانتاج هذه الاغاني، ان كان بالكلمه او باللحن او بالتوزيع. ومثل ما لاحظتي هلا كلنا حافظين اغاني بعض، وكلنا بنشتغل كورس من بعض. يعني كان عندنا عقده هذا النجم، لما تطلع تغني سوزان على المسرح الكل هذا وجوز وطارق وسائل كورس، تطلع كورس معه. هلا في البعض ما بيكون يعني عامل له موالين العتابه، قالت له امه والله طيب عيشك يا ابني، انا اطلع كورس. لا، نحن فعلا هذه الروح الوطنيه اللي تجسدت في الكل، وحبهم واخلاصهم لهالرساله اللي حاولوا يعبروا عنها ويقدموها. يعني فعلا اشتغلنا نحن كل شيء، الصوت، الديكور، الكورس، الغناء. وفعلا الفن عمل جماعي، واي فن ما نوع عمل جماعي بالتاكيد هو حيكون فاشل في بعض جوانبه. وتصديق لكلامك، شكري الكبير لهم بالاول. تصديق لكلامك انه الفن عمل جماعي، وقت بيكون عندك كورال مؤلف مثلا من 20 ولا 40 شخص، ما شرط يكون صوتهم حلو، صح، بس لا. وقت بتجتمع على الاصوات كلها مع بعضها بتسمع صوت حلو تماما. اكيد. فكيف اذا كانت اصواتهم حلوه؟ هون بقى شغله كبيره هون. عصيره الاصوات الحلوه، الله سوريا والشعب. تفضل يلا. تفضل بصوتك استاذ. سمعكم هي طبعا هاي الأغنية، أنا استمديتها من كلمات سيادة الرئيس الله يطولنا بعمره وينصره هو والجيش العربي السوري. آمين يا رب. وترجع سوريا إن شاء الله أحلى. قال عبارة كتير رائعة جدا عندما قال الله وسوريا وشعبي وبس. صحيح. فاجتمعنا نحن والشباب هيك في حديقة عامة جنب بيتنا وبلشنا، وطلعت معنا هاي الأغنية، وحاولنا نعملها بشكل طربي. إن شاء الله تكون عجبت لي. طبعا الأغنية بالمهرجان غناها طارق. بس اليوم أنا يلا تفضل. عجب الفا. حلا من ترابك تحلى سوريا يا أم الدنيا كلها يلي الحلا من ترابك تحلى يا ليل يا تلة العز وصخرة الصوان عن زرة من ترابك ما منتخلى يا سوريا يا أم الدنيا كلها رح نمشي سوا عالدرب ايد بايد نتحدى الصعب رح نمشي سوا عالدرب ايد بايد نتحدى الصعب رح نهتف بعالي صوت رح نهتف بعالي صوت الله الله سوريا سوريا الله وسوريا والشعب لا 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 لا
سوريا بدنا نحميها وننصرها علي عاديها. سوريا بدنا نحميها وننصرها علي عاديها. ويوم الشدي رح نفديها، يوم الشدي رح نفديها بالروح والدم والقلب، ورح نهتف بعالي الصوت، رح نهتف بعالي الصوت. الله الله سوريا سوريا، الله وسوريا والشعب، رح نمشي سوا عالدرب يلا ايد بايد نتحدى الصعب، رح نمشي سوا عالدرب ايد بايد نتحدى الصعب، رح نهتف بعالي الصوت، رح نهتف بعالي الصوت. الله الله سوريا سوريا، الله وسوريا والشعب. لا لا بدنا نهنيها عالشعب اللي عايش فيها. سوريا بدنا نهنيها عالجيش اللي صامد فيها. والفتنة بدنا نطفيها، والفتنة بدنا نطفيها ونبني سوريا بالحب. ورح نهتف بعالي الصوت، رح نهتف بعالي الصوت. الله الله سوريا سوريا، الله وسوريا والشعب، رح نمشي سوا عالدرب ايد بايد نتحدى الصعب، رح نمشي سوا عالدرب ايد بايد نتحدى الصعب. رح نهتف بعالي الصوت، رح نهتف بعالي الصوت. الله الله سوريا سوريا، الله وسوريا والشعب، الله وسوريا والشعب، الله وسوريا والشعب. صوت استاذ سلمان يعني فعلا كلمات رائعه، الحان رائعه. قد اخذت معك وقت هالاغنيه؟ والله اخذت شيء سهره متي ما طارق، والله قاست متي. اجتمعنا انا والاستاذ سليمان، انا كون الموسيقى عندي إلى علاقه بالارتجال وبالوجدان، انا اختصاصي مسرح، علاقتي بالموسيقى علاقه روح. فانا بعمل اللحن بس بقعد ادور على مين ينوت، فبيجي بمسك بطارق لطارق هاي اللحن وهو اللي بيوزع. فمن حسن حظي عمل لك هدول الشباب الحلوين. وكثير شغلات على فكره، لولا انا بشكر الموبايل بس بشغله وحده، انه دغري تطلع معنا جملة لحنية فمباشرة بنسجلها مشان ما ننسيها. صحيح. يعني هو هالجمعة الحلوة والروح الجماعية خلتنا ننتج هاي الأعمال الجيدة. أستاذ سليمان، الأغنية الشعبية حلاوتها إنه تطلع من روح الإنسان، ما فيها تصنع. أكيد. فهالأغاني هدول طلعوا من الروح، يعني ما فيهم تصنع، فبحسهم يمكن أنا أسمعها مرة منك أحفظها. فهيدي حلاوة الأغنية اللي بيسموها الشعبية، طلعت عفوية لأنه فيها عفوية تمام، البساطة هي عفوية والبساطة. فهذا اللي بيحلي الأغنية الشعبية إن كانت وطنية ولا كانت غزلية. يعني صحيح. أنا قلت لك شغلة، هذا الحب والإخلاص والوفاء اللي اشتغلنا فيه. هلا في كثير أغاني مثلا أغنية كانت لإلي تعجبها لسوزان، تقول لي والله أنا حبيتها للغنية. صحيح. فأنا أو جورج أو طارق أو سامر اللي حب غنية دغري يتخلى منها لفيه. ما كان في أنانية. ما كان في أنانية. يعني مثل ما صار مع الأستاذ جورج والأنسة سوزان. نحن عملنا الأغاني وبعدين قعدنا بين بعض وزعنا. يعني في هلا في كتير أغاني مثلا غنتها بسوريا بلدنا فرضا الأخت مجدولين لسوريا، نغني مثلا غنت مثلا سوزان تنازلت لطارق على الغنية، طارق تنازل لي إلي، أنا أعطيت لجورج جورج. نهاية الروح كانت الغاية أشارك يعني إحياء حفل ناجح. قصنا أغانينا يعني كانت الغاية، كانت الغاية هي الروح الوطنية. صحيح. ما كانت الغاية هي الروح الأنانية لحد لا إطلاقا لا، يعني حتى بالأغاني كان في لحمة وطنية. إيه كانت الغاية تقديم. أنا أقول لك شغلة، نحن عائلة. تقولي مثلا
تقولي الأستاذ سليمان عنده، أنا مختص بالمسرح القومي كوني موظف فنان هنا، تقولي في عمل للفنان سليمان شريبة، إذا كان العمل له علاقة بالغناء هناك ثوابت. عندي أعمدة، أنا عندي أعمدة مثلا بالبناء، في أربع أعمدة بالغرفة، دغري بيقولوا لك والله طارق حافظ، جورج نمر، سوزان تامر، سامر أحمد. يعني نحن انعرفنا باللاذقية أسرة فنية واحدة بيجمعنا الحب والألفة وتمسك مع بعض. يعني هذا الشيء واضح يعني من خلال حديثكم مع بعض وحديثكم معي، هذا الشيء واضح، وإن شاء الله يا رب موفقين يعني من أحسن لأحسن. نرجع لإلك أنسي سوزان، حضرتك شاركتي بالمهرجان عام 2013 وكنتي مشاركة فيه بغنيتين، سوريا الله حامية ويا أمني يا سوريا. صحيح، تحكي لنا شوي عن مشاركتك. هلا هو كانوا عدة أغاني، سوريا الله حاميها ويا أمي يا سوريا وأرض بلادي، كنا يعني نظهر بعدة إطلالات، وبعدين توجت الخاتمة والنتيجة اللجنة اللي كانت موجودة، مشكورة جدا طبعا، أحييهم فردا فردا. وبعدين تم اختياري وأخذتي الجائزة. صحيح، جائزة أجمل صوت، مشكورين جدا. أنا بدي نور لحظة، أخذت جائزة أفضل صوت نسائي، طارق أخذ أحلى صوت رجالي، سامر أجمل أغنية، أخت نالا أخذت مسار الكلمة، الأستاذ صحيح. جورج أخذ جائزة الجمهور والشعب، وبعتقد هو كان أقوانا نفد. أنسة سوزان، بدنا نسمع وحدة من الغنيتين من حضرتك إن شاء الله. تفضلي. كمان الأغنية من كلمات وألحان الأستاذ سلمان، وهيك رح نغنيها هي حصريا. كل الأغاني عندك حضرتك الملحن والله، هو نتاج 30 سنة من كتابات الشعر، فبالأخير طلعت الأغاني. هلا 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 هلا. سوريا الله حاميها، منصورة علي عاديها، سوريا الله حاميها، منصورة علي عاديها، جيش المغوار الجبار روحه بدمه بيفديها، جيش المغوار الجبار بروحه بدمه بيفديها، سوريا الله حاميها، سوريا الله حاميها، ومنصورة علي عاديها، سوريا الله حاميها، ومنصورة علي عاديها، جيش المغوار الجبار بروحه بدمه بيفديها، جيش المغوار الجبار بروحه بدمه بيفديها، سوريا الله حاميها. هلا 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 هلا. سوريا أرض الصمود، سوريا بلد الأسود، سوريا أرض الصمود، سوريا بلد الخلود، بالسلم منزرع ورود، بالدم منحمي الحدود، بالسلم منزرع ورود، بالحرب منحمي الحدود، بالدم الغالي منرويها، سوريا الله حاميها، سوريا الله حاميها، ومنصورة علي عاديها، سوريا الله حاميها، ومنصورة علي عاديها، جيش المغوار الجبار بروحه بدمه بيفديها، جيش المغوار الجبار بروحه بدمه بيفديها، سوريا الله حاميها. هلا 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 هلا. سوريا مهد الحضارة للعالم شعلت منارة، سوريا مهد الحضارة للعالم شعلت منارة، بالعالي بتعلى أسوارة، بالعز بتعمر ديارة، بالعالي بتعلى أسوارة،
بالعز بتعمر ديارة والمجد بيتغنى فيها سوريا الله حاميها سوريا الله حاميها منصورة علي عاديها سوريا الله حاميها منصورة علي عاديها جيش المغوار الجبار بروحه بدمه بيفديها جيش المغوار الجبار بروحه بدمه بيفديها سوريا الله حاميها برافو يعطيك العافية جيش سوريا وكل جيد في سوريا آمين يا رب أستاذ طارق يعني نرجع لعندك حضرتك كمان كنت مشارك بالمهرجان مثل ما ذكرت لنا قبل شوي كمان كنت مرتدي البدلة العسكرية وأصريت على أنك تطلع فيها أنت أول مرة غنيت أغنية وطنية كانت إيمت؟ والله من زمان الوقت اللي كنت يمكن صف سادس أخذت رائد على مستوى القطر تحكي لنا شوي عن تجربتك يعني وعن مشاركتك بالمهرجان 60-70 سنة كبرنا الأستاذ شاركت بأغنيتين الأغنية الأولى اللي غنيت أول شيء بر وبحر وسماء كانت من كلمات الأستاذ سمير منصور وألحاني كانت والله وسوريا والشعب كلمات وألحان الأستاذ سليمان وكانت المشاركة حلوة كثير بالنسبة لي أغنية الله وسوريا والشعب طبعا أنا بعد ما عملت أنا والأستاذ سليمان شيء 7-9 أغاني قلت له هي بديها وانا نقيتها تماما بيعرف طبعا احنا كنا نقعد وين بحديقه عامه كل يومين ثلاثه هيك نجتمع اقول له مثلا بدنا نقعد اليوم يقول لي خلص نقعد تطلع فكره معه تطلع معي فكره لحن مقطع كذا شيء نص ساعه ساعه الاغنيه تكون جاهزه تمام فالاغاني الوطنيه اللي عملناها وشاركنا بها المهرجان كانت انا بدي اعتبرها وسام على صدري انا والاستاذ سليمان اذا بي في غنيه جميله جدا لإله كمان نسيها هلا بده يسمعنا اياها بتقول بدنا نطفي النار ونكمل المشوار اغنيه للشعب السوري بدنا نطفي النار ونكمل المشوار مشوار تنحمي بلدنا ونعمر الدار الله من اغاني كمان لطارق هلا اكيد بده يسمعنا اياها طارق استاذ طارق بدك تسمعنا اياها بس لحتى تخلص عامل اغنيه اسمها كمان غالي غالي طبعا في اغنيه للمطرب مروان محفوظ انا اخذت بس كلمه غالي غالي طبعا هو الوطن غالي من 40 سنه وسيبقى غالي الى ابد الدهر هو طبعاً. غالي بقلوبنا وعايش بقلوبنا فاخذت انا كلمه غالي غالي وعملت لحن جديد وكلام جديد بتقول غالي غالي غنينا لك حكايه مجدك وحكينا لك شو باقي لك يا نيالك بالحب رسمنا القلوب بالدم رسمنا القلوب يا وطني يا غالي يا أغلى محبوب عم بيقولوا إنك شمعة ورح بتدوب أنا رح قلك إنه باقي ورح بتضلك أنا رح قلك إنك باقي ورح بتضلك شمعة تفي بظلك محبة هالقلوب طبعا رح تبقى قلعة ورح تبقى شمعة مفيه بظل الناس الطيبة الموجودة بوطننا الغالي سوريا أكيد تفضل سمعنا شيء والله كنا صغار كنا صغار عم نبكي علمنا صرنا كبار عم نرفع علمنا كنا صغار عم نبكي علمنا صرنا كبار عم نرفع يا بي علمنا والله الجيش العربي السوري بكتابه والله الجيش العربي السوري بكتابه
علمنا ما نحني غير لالله الرقاب. غالي غالي غنينا لك حكاية مجدك وحكينا لك، شو بقي لك يا نيالك؟ بالحب رسمنا القلوب، بالدم رسمنا القلوب. غالي غالي غنينا لك حكاية مجدك وحكينا لك، شو بقي لك يا نيالك؟ بالحب رسمنا القلوب، بالدم رسمنا القلوب. يا وطني يا غالي يا أغلى محبوب، عم بيقولوا إنك شمعة ورح بتدوب. يا وطني يا غالي يا غالي يا أغلى محبوب، عم بيقولوا إنك شمعة ورح بتدوب. أنا رح قلن إنك باقي ورح بتضلك، أنا رح قلن إنك باقي ورح بتضلك. العد في بضلك حبتها لقلوب، حبتها لقلوب. غالي غالي غنينا لك جايت مجدك وحكينا لك، شو بقي لك يا نيالك؟ بالحب رسمنا لقلوب، بالدم رسمنا لقلوب. حبك ساكن فينا بعد ميت ليالينا، حبك ساكن فينا فينا بعد ميت ليالينا. أرزو حور وسن دياني مثلك شجر الكينا. أنا رح قلن إنك باقي ورح بتضلك، أنا رح قلن إنك باقي ورح بتضلك. العد في بضلك حبتها لقلوب، حبتها لقلوب. يعطيك العافية، سلم تمك. أستاذ سلمان، يعني بعد هالأغنية شو بتحب هيك تعطينا كلمة أخيرة بنهاية سهرتنا لليوم؟ ولا أنا بتمنى يعني لو أنت شاركتينا بالغناء، أنت الوحيدة اللي ما غنيتي أولا، إن شاء الله بالمهرجان الثاني. والله بقول لك نحن شو ما قدمنا للوطن ما منكافيه، بنبقى مقصرين. بس ما منقدر إلا يعني نحاول نعطي شيء، إن كان لبلدنا، إن كان لجيشنا، إن كان لشعبنا، إن كان لهالدم الطاهر اللي روى تراب بلدنا. أكيد ما بننسى. إن شاء الله بنعمل شيء جديد للشهداء. هو ساوينا نحن، بس إن شاء الله نحن بنساوي ومنعبر عن سوريا يلي هي سوريا الحياة. يعني مهما تكالبت علينا قوى الشر، نحن نعيش في وطن يحب الحياة، ووطن وجد للحياة وخلق للحياة وخلق للحضارة. والحضارة السورية جذورها ممتدة بالتاريخ، والفن السوري أيضا. إن شاء الله بالمستقبل نقدر نعمل شيء يعني يليق بهذا الوطن وبمكوناته. أكيد إن شاء الله بنأمل هيدا الشيء. أنسي سوزان، شو بتحبي تقولي؟ بعد كل ما قلنا خير ما يقال، الله يحمي الجيش. آمين. ويحمي قيادتنا الحكيمة، وبإذن الله دائما شعب سوريا متماسك وأقوى من كل الشرور في العالم. إن شاء الله سوريا أقوى منها بكثير إن شاء الله. وإن شاء الله قريبا ما منشوف أي بقعة في سوريا إلا سالمة وتنعم بأمن أكثر مما كان قبل الأحداث إن شاء الله. أستاذ جورج، أنا أول شغلة بقول الله يجلي هالغيمة هي من فوق سوريا. آمين. هي كلياتنا بنتمناها طبعا، وعودة الأمن والأمان لبلدنا اللي نحن طول عمرنا متعودين عليه، ويرجعوننا هالشباب اللي هن مثل ما قلت بأول حديثي إنه طلعوا، في منهم كتير طلعوا غصب عنهم ما بإيدهم يعني، ويرجع لنا جيشنا العربي السوري سالم معافى إلى قطعه، ونرجع نشوفهم ببدلاتهم الحلوة اللي مستخر فيها بمدننا بأمان وبسلام. هذا أكبر حلم أحلمه أنا.
وان شاء الله عن قريب يا رب، والله ينصر جيشنا قائدنا وشعبنا. امين يا رب. امين. طبعا بالبدايه والنهايه نحن بدنا نرفع اسماء ايات الحب والولاء والاكبار والاحترام الى جيشنا العظيم المرابط على الصغور والموجود على الحواجز وموجود بالسكنات العسكريه واللي عم يدافع عن شرف هالامه وعن هالبلد. ونرفع اسماء ايات الحب والولاء لقائدنا سياده الدكتور بشار حافظ الاسد، الله ينصره، على الناس اللي اجتمعت، الامم كلها اجتمعت على سوريا وعلينا. ان شاء الله منصورين باذن الله. اكيد. ورحمه لشهدائنا العظام. اكيد. بدنا منكم يعني هيك بختام سهرتنا لليوم اغنيه جماعيه نختتم فيها. اغنيه جماعيه. شو بتحبوا؟ للشهداء. قرروا انتم اي غنية. مغني بترد وراي. نحن هنرد مع بعضنا. هاي انا كمان رح اغني معكم استاذ. اكيد. صوت الحق بيعلى باسم العلي الأعلى، صوت الحق بيعلى باسم العلي الأعلى، مهما روحي تغلى بترخص لك يا بلادي، مهما روحي تغلى بترخص لك يا بلادي. وصوت الحق بيعلى باسم العلي الأعلى، صوت الحق بيعلى باسم العلي الأعلى، مهما روحي تغلى بترخص لك يا بلادي. دروب الشهادة تدوم والظلم عمره ما يدوم، دروب الشهادة تدوم والظلم عمره ما يدوم، قدم شهيد بكل يوم على أرضك يا بلادي، قدم شهيد بكل يوم على أرضك يا بلادي. وصوت الحق بيعلى باسم العلي الأعلى، صوت الحق بيعلى باسم العلي الأعلى، مهما روحي تغلى بترخص لك يا بلادي، مهما روحي تغلى بترخص لك يا بلادي. يا خي يا دم وروح بولادي أمنتك روح، يا خي يا دم وروح بولادي أمنتك روح، والجسم يفنى بتراب وروحي عند ولادي. يا خي يا دم وروح بولادي أمنتك روح، يا خي يا دم وروح بولادي أمنتك روح، والجسم يفنى بتراب وروحي عند ولادي. بكرة لما يصيروا كبار بدهم بنرد الطار، بكرة لما يصيروا كبار بدهم بنرد الطار، علمهم ما يطل نهار ينسوا عز بلادي، علمهم ما يطل نهار ينسوا عز بلادي. ولك صوت الحق بيعلى باسم العلي الأعلى، صوت الحق بيعلى باسم العلي الأعلى، مهما روحي تغلى ترخص لك يا بلادي، مهما روحي تغلى ترخص لك يا بلادي. الله يعطيكم العافية. يعني فعلا بهيدي السهرة أغنيتونا طربتونا فعلا الأغاني الوطنية، إن شاء الله يا رب هيك من أحسن لأحسن، إن شاء الله بتضل على نفس الوتيرة بملامسة الوجدان بملامسة الواقع. أكيد نحن بدنا نشكر وجودكم.